أطلقت مديرية الصحة في أسوان قافلة علاجية جديدة بقرية أبو الريش قبلي ضمن مبادرة حياة كريمة. شارك في هذه القافلة أطباء وأطقم تمريض من 8 تخصصات إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية والصيدلية التي يتوفر فيها أكثر من 130 صنفا من الأدوية يتم صرفها بالمجان. القافلة معنا بتضم 8 تخصصات طبية مختلفة، معنا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معنا خدمة الأشعة العادية، معنا خدمة الأشعة التلفزيونية، معنا صيدلية في أكثر من 130 صنف بالمجان. الكشف والعلاج في القافلة العلاجية بالمجان. القافلة العلاجية عبارة عن مستشفى ميداني متنقل، بيتوجه للقرية المستهدفة تنفيذ القافلة الطبية فيها، بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص، إذا كان محتاج علاج دوائي، محتاج تحليل، محتاج أشعة بيتم عملها في القافلة بالمجان. إحنا بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها، وأي حالة محتاجة أي وصفات علاجية بنكتبها لها، وبتصرف من الصيدلية التابعة للقافلة بالمجان، وأي حالة محتاجة أي تدخل جراحي بنحولها للمستشفيات المحيطة بالمكان تابعة لوزارة الصحة. عندي 8 عيادات، عندي تحاليل معمل دم ومعمل طفيليات، عندي إشاعات، عندي صيدلية بنت أكثر من 130 صنف علاج بالمجان،